عزيزة، نحب نقول لك كلمة عزيزتي الغالية، أنا ديما نقولها في اللقاءات نتاعي ومانيش نعاود في روحي، راهو أهم شيء تبقى من أهم الأشياء، أهم سلاح تبقى في يد العرب لإثبات الهوية وتبليغ الرسالة وتلميع الصورة ودعم الاقتصاد هي الثقافة. الثقافة هي الحل، تغزر حواليك أنت توا وش لابسة أنا وش لابس وتلزة وتليفون، احنا لا 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 ناقة لنا فيه ولا جمل، وإذا كان السلاح الوحيد اللي بقى لنا هي الثقافة، والثقافة هي الحل، ولكن كيف يعرفوا الصهاينة أنه كيفاش طلعوك من جذورك وبعدوك على أصالتك وبعثولك على السلاح هذا اللي هم عارفين قيمته. احنا بعدنا عليه وباش ويلزمنا نرجعوا الثقافه ونمنوا بالثقافه اللي هي اهم. واضح. ما نقولش اما باش نقول لك حاجه باش انا باش نجاوب خويا الحبيب واخواتي الحاضرين، نقول لهم ماني باش نفسح لكم انا على النقابه نتاعنا نحن، وربي ان شاء الله يوفقنا، نحن بصدد السعي اللي يسمع فينا واللي ينجم يدعمنا في الحكومه ولا في واحد، نحن بصدد وضع برنامج لبعض قناة فضائية عرب ثقافية باسم نقابة الفنانين التوانسة باش نبلغوا باش نوصل اللي قال يحكي فيه سي الحبيب واللي كان تحكي فيه اختي فاطمة والاستاذ استاذ لطفي. يعني قناة فضائية ثقافية هذا قاعدين نحكيوا فيه، ممكن ترى النور قريبا؟ نحن بسبب ونحن مع باتصال مع اهم الجهات على مستوى الدوله باش يدعمونا باش نعملوا هالقناه هذه، ومن بعد يجى حاسبني، وهذا نسميه انا نعتبره هذا اهم انجاز، ان فكره هذه النقابه بعد ترى عندنا احنا 4 أشهر ولا 5 أشهر ما زلنا كي تولدنا باش نعملوا هذه القناه الفضائيه باش ندعموا الثقافة اللي تلزمها تدعم، وباش نبلغوا رسالتنا وباش نثبتوا هويتنا وباش نعملوا اللي يلزم نعملوا في كل القضايا. ممكن هذا استاذ لطفي بوشناق؟ ممكن هو عندنا إذاعة ثقافية محطوطة هنا، هو عندنا إذاعة ثقافية نأكدوا له كان يتحمل مسؤوليتي في قناة كارتاج بلوس، قلت أنا اليوم وبإذن الله باش نتموه بإذن الله. واضح. شكرا لك استاذ لطفي بوشناق، شكرا على تدخلك معنا الليله.